السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد الدستوري الذي يأتيكم في إطار تغطيتنا الخاصة حول التعديلات الدستورية التي صوت ضدها مجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني. فهل أسقط التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة الموريتانية بفعل الخطة باء التي أشار إليها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؟ وهل كان لأحزاب المنتدى دور في إسقاط التعديلات؟ أم أن ما جرى زلزال سياسي داخل الأغلبية لا دور للمعارضة فيه، المعارضة التي يصفها البعض بالعاجزة أحيانا وبالفاشلة أحيانا أخرى؟ وهل يمكن اعتبار نتيجة تصويت مجلس الشيوخ نتيجة طبيعية في نظام ديمقراطي؟ وهل إسقاط التعديلات يسقط بدوره تهم المعارضة للنظام بأنه نظام مستبد بآرائه منفرد بقراراته؟ يقول أحد المهتمين بالشأن السياسي: لو كان النظام نظاما دكتاتوريا مستبدا لأجيزت مقترحاته بشأن التعديل الدستوري. وما هو تصور المعارضة للمرحلة الحالية والمقبلة، وما هي استراتيجيتها على ضوء هذه المستجدات؟ مع لمناقشة هذا الموضوع محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف استقبلتم نتائج التصويت داخل غرفة البرلمان العليا مجلس الشيوخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه السانحة. بالنسبة لنا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يتشرف برئاسة لجنته السياسية، وبطبيعة الحال بالنسبة لنا في الأحزاب والمكونات لهذا المنتدى ومنها حزب تواصل، استقبلنا هذه النتائج بارتياح كبير. نحن نعتقد أن أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا 33 الذين صوتوا ضد هذه التعديلات قرروا أن يتناغموا مع الإرادة الشعبية العامة التي عبرت عن نفسها في أشكال متعددة، في مسيرات، في خرجات، في وقفات، في تحركات كان للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة السبق فيها والمبادرة بها وقيادتها، وبالتالي كانت هناك أجواء شعبية رافضة لهذه التعديلات الدستورية، لإلغاء مجلس الشيوخ، لإلغاء محكمة العدل السامية، لتشويه العالم الوطني، لتغيير النشيد الوطني، لهذه التعديلات التي استغربها الموريتانيون. طيب اسمح لي بالمقاطعة، كيف يمكن أن أوصلها بأنها إرادة شعبية وهي أتت على ضوء اجتماع أو ما سمي بالحوار الوطني الشامل؟ أيضا هي إرادة شعبية كانت. نحن نظرتنا لهذا الحوار عبرنا عنها في وقتها، اعتبرناه حوارا بعيدا من أن يكون حوارا توافقيا، وحوار مكرر. لكن ذلك لا ينفي أنها كانت إرادة أيضا إرادة شعبية، مجموعة من المتحاورين. طيف عريض. شوف أخي الكريم، أنا لدي ملاحظة قدمتها في مناسبات عديدة، من أهم هذه التعديلات موضوع العالم الوطني. نحن نعرف التاريخ السياسي لهذا البلد من استقلال البلد إلى الآن، وحتى من قبل الاستقلال لم يأتي لا من حركة سياسية ولا من مبادرة سياسية ولا من تيار في البلد ولا من مجموعة كتاب وشخصيات مطالبة بتعديل العالم الوطني طيلة هذا التاريخ السياسي، رغم وجود حركات متشعبة ومجموعات متعددة الألوان الإيديولوجية والسياسية. وبالتالي ليس هناك أدنى تعبير شعبي يطالب بتغيير العالم الوطني، ولذلك قلنا بأن هذه التعديلات وخصوصا موضوع العالم الوطني هي تعديلات قرارات من فوق. طيب كنا سنأتي على أملية على الحوار، كنا سنأتي على موضوع العالم الوطني، يعني مقترح بشأن تعديله، لكن قبل ذلك يعني هذه المقترحات في جوهرها هي إرادة شعبية لمجموعة من المتحاورين، يعني لا يمكنكم إقصاهم وتعبير أن هذا الرفض يعبر أيضا عن إرادة شعبية. نحن اعتبرناها قرارا أحاديا من الرئيس أملاه على المتحاورين. هنا تسأل عن موضوعية يعني أملاه على المتحاورين، والدليل واضح، هو أعلن عن هذه الأجندة في خطاب النعم. اجتمع المتحاورون ليؤكدوا هذه القرارات التي أعلنت هنا، وبالتالي الأمر جاء من فوق ليأخذ بعده في الحوار المذكور وعند المكونات المشكلة له، بدل أن هذه التغييرات
التي تحدث بالدساتير تكون إرادة شعبية، هناك تعبيرات شعبية عن المطالبة بها، هناك نقاشات شعبية لها تترجم لاحقا في قرارات سياسية ثم في مخرجات يصادق عليها الغرف المعنية أو يصادق عليها الاستفتاء الشعبي. لذلك قلنا بأن الحراك الشعبي الذي حدث نحن تابعنا الساحة الوطنية، لو كان هناك حراك آخر مقابل يعبر عن التشبث بهذه التعديلات يدافع عنها، لو جاءتنا مسيرة مثل مسيرة 11 مارس، لو جاءتنا وقفات مثل الوقفات التي نظمت المعارضة الديمقراطية، لو جاء في السياق هم ليسوا العام هم ليسوا مضطرين لخروج في مسيرات، هم لديهم حوار وهناك تعبيرات شعبية الناس. طيب هناك تعبيرات شعبية وتعبيرات برلمانية. طيب هم عبروا من خلال اجتماعهم دليل على أنها لا تعكس إرادة الشعب بأي مستوى من المستويات، حتى هذه الغرف التي يملك فيها النظام أغلبية واضحة، غرفة الشيوخ التي يملك فيها النظام أغلبية واضحة هي التي أسقطت هذه التعديلات الدستورية، بمعنى أن الانقلاب على هذه التعديلات، رفض هذه التعديلات، التمرد على هذه التعديلات تجاوز المعارضة، تجاوز المزاج الشعبي العام، حتى وصل إلى منتخبي وممثلي الموالاة أنفسهم. طيب لأن الأمر لم يعد يتحمل. لكي نناقش الموضوع طبقا للمحاور التي لدي لكي ننظم الحوار على الأقل، كيف تصفون ما جرى؟ سنأتي على النقاط الأخرى التي أشرت إليها، لكن بداية كيف تصفون ما جرى؟ نحن نصف ما جرى بشكل واضح أن كانت هناك إرادة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات مطمئنا إلى أغلبيته الميكانيكية، ومع ذلك مع اطمئنانه لهذه الأغلبية ومارس عليها كل أشكال الضغوط والإغراء من خلال المؤشرات الظاهرة، اللقاءات الفردية والجماعية والمعلومات من هنا وهناك، ومع ذلك فاجأه الشيوخ. ولذلك هذا موقف تاريخي، نحن في المعارضة الديمقراطية نعتبر أننا أسهمنا في تهيئة المزاج الشعبي العام، في تهيئة المناخ السياسي، ولكن الفضل لهؤلاء الشيوخ الذين أسقطوا هذه التعديلات وصوتوا ضدها، وبالتالي نحييهم، نشد على أيديهم، نبارك لهم هذا الإنجاز التاريخي. ممكن يكون ذلك إشكال آخر يتعلق بمصالح هؤلاء الشيوخ ومستقبلهم حتى السياسي. على كل حال المصالح، حينما نتحدث بلغة المصالح ونتحدث بلغة الإغراءات، الذي يملك المصالح والإغراءات هو السلطة. لكن لو كانت وأعتقد أنها كانت سلطة بذلت ما تستطيع من ذلك. وأنت قلتم سابقا، يعني قادة المعارضة قالوا سابقا بأن النظام يمتلك كل السبل كل وسائل الضغط والتحكم في كل ما يجري. كيف يمكن أن نتصور أو نقارن أو حتى نقبل ب رفض هذه التعديلات داخل غرفة يعني غالبيتها تتبع لهذا النظام إن كان يمارس هذه الضغوط؟ يا أخي، الخضوع والقبول والانقياد للأمر الواقعي له حدود. له حدود. نحن في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خاطبنا البرلمانيين، خاطبنا النواب، خاطبنا الشيوخ، وجدنا صدى عند مجموعة من النواب لم تصل إلى النصاب المطلوب، ووجدنا صدا والحمد لله عند الشيوخ فوجدنا هذا النصاب الذي أسقط هذه التعديلات. أخي الكريم، هؤلاء القوم هم من أبناء هذا الوطن، لهم ذرة من وطنية وشعور وضمير، ولذلك وجدوا في لحظة تاريخية أن عليهم أن يقوموا بهذا الموقف فقاموا به. طيب، ونحن نحييهم. طيب، وأعتقد أن كل أشكال الإغراءات المفترضة لا يمكن تصورها. طيب، هذه شبه ضمنية بموقف مجلس الشيوخ أو ليست حقيقة. ضمنية بل صريحة ومعلنة. ما دامت صريحة، حزب التكتل بادر بإصدار بيان تهنئة لمجلس الشيوخ على رفضه للتعديلات. طيب، لماذا تأخرتم أنتم في تواصل في إصدار بيان؟ على كل حال، نحن في المنتدى أنكم كنتم في أمام المفاجأة. أولا، نحن كنا طرفا في المعركة، نحن حزب ممثل في مجلس الشيوخ، وأعتقد أن شيوخنا الأربعة قاموا بدور فعال، ولعلكم تابعتم الجلسة النقاشية التي وقعت لهذه التعديلات، وبالتالي لم نكن خارجين من الغرفة لكي نسارع بطبيعة الحال. ومع ذلك نحن في إطار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أعطينا الأولوية لأن يصدر البيان منتدى، وقد أصدره في نفس الليلة، لكن المنتدى هو مكون من مختلف أطراف وبالتالي يحتاج بعض التشاور، ثم في الصباح أصدر الحزب موقفه، وبالتالي لا اعتبار للزمن هنا، الارتياح كبير
والتشجيع كبير، من شجع اولا وثانيا بمرحله من لا تصديق لهذه النتيجه التي كانت غير متوقعه. والمنتدى اصدر في نفس المساء موقفه، وانا من ضمن مجموعه من قياده المنتدى كان لنا شرف بعض التصريحات السريعه في وسائل الاعلام تثمينا لموقف الشيوخ ووقوف الشيوخ ووقوفا معهم واستحضارا للقيمه التاريخيه والوطنيه للموقف الذي اتخذه. طيب قادة في المنتدى كانوا يعتبرون مجلس الشيوخ غير شرعي، يعني وبعد تصويته بلا على المقترحات الدستورية تغير الحكم عليه. طيب ألا يضر مثل هذا التناقض مستقبل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؟ أرجو أن لا يكون هناك خلط. كل البيانات والمخرجات الصادرة عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم تتحدث. بعض قادة المنتدى سابقا كانوا قد تحدثوا عن عدم شرعية. لا تقول لي سابقا، أنا قلت لك كل مواقف المنتدى المسجلة والمعلنة والمكتوبة بياناته ومؤتمراته الصحفية كان يتحدث في لحظة من اللحظات عن وضع المؤسسات، وتحدث عن قرار المجلس الدستوري الذي تحدث عن انتهاء الفئات الثلاث، لكنه أبدا لم يصف مجلس الشيوخ بأنه مجلس غير شرعي، لأن مجلس الشيوخ حتى وإن كان قادة في المنتدى يعني صرح، لأن مجلس الشيوخ يمارس مأموريته انطلاقا من استمرار المؤسسات حتى تكون هناك مؤسسات بديلة، وبالتالي موقفهم كان واضحا في مخاطبة البرلمانيين نوابا وشيوخا واستدعاء الجوانب الوطنية في هؤلاء الشيوخ والنواب وفي هاتين الغرفتين، وأعتقد أن الاستجابة كانت واضحة. طيب الحاصل كان هناك تباين داخل المنتدى رغم الكلمة يعني في البيان كما تحدثتم قبل قليل بأن يعني المنتدى كان ينظر بشكل توافقي حول نظرته توافقية حول شرعية مجلس الشيوخ. طيب لكن القادة بعض قادة المنتدى كانوا قد صرحوا سابقا بأن هذا المجلس غير شرعي في بعض الخراجات الإعلامية وهي موجودة على بعض المواقع. على كل حال من يصرح يسأل، من صرح تسألونه، لكن الذي أعتقده أن أي طرف سواء كان في المنتدى إن وجد أو خارج المنتدى كان لديه موقف ملتبس من مجلس الشيوخ، هذا الموقف اليوم بالنسبة له تم تماما تغييره وتجاوزه بحكم هذا الفعل التاريخي الذي قام به الشيوخ ضد هذه التعديلات الدستورية. والغالب على المنتدى، أنا أعتقد أني على وعي تماما ببيانات المنتدى ومواقفه، أنه لم يكن أبدا يتحدث عن عدم شرعية أي من غرف البرلمان. قد يقول بأن هذه جرت في أجواء انتخابات غير توافقية وهذا كلام نسبي، وقد يقول بأن قرار المجلس الدستوري تحدث عن انتهاء تجديد مختلف فئات مجلس الشيوخ، لكنه أبدا لم يتخذ هذا الموقف، وهو اليوم وبشكل واضح قبل تصويت مجلس الشيوخ تحدث وخاطب الغرفتين، خاطب الشيوخ والنواب خطاب من يرجو تبني موقف وطني لا من يشكك في شرعية أو يطعن في أحد. طيب كانت هناك مآخذ على حزبكم حزب تواصل من طرف أحزاب معارضة بشأن مشاركتكم في الاستحقاقات التشريعية والبلدية الأخيرة. طيب هل فهم المقاطعون أنذاك بأن خطوتكم كانت موفقة، خطوة المشاركة؟ أعتقد أننا تحدثنا عن مشاركتنا في وقتها حينما لكن كان اليوم على ضوء حينما كان يتحفظ، وأنتم تحدثتم قبل قليل عن دوركم البارز في دور شيوخكم البارز، تحدثنا عن المشاركة في الانتخابات في وقتها وعن قيمتها السياسية، وأوضحنا ذلك في ظروف شكك فيها البعض وعلق البعض وتوجس البعض، وأعتقد أن الحديث عن قيمة هذه المشاركة اليوم نتركه لمن لم يكن مقتنعا به. طيب هل يمكن ما نحن يعني كنا مقتنعين وما زلنا. طيب ما دامت بهذه الصيغة، هل يعني ذلك أننا أمام مزيد من المشاركة في المستقبل من لدن هذه الأحزاب التي رأت المشهد اليوم؟ أعتقد أن أولوية المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم ليس الحديث عن مشاركة أو مقاطعة. أولوية المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم هو وضع وطن ومستقبل ديمقراطي، على الأقل التنازل نحو مزيد من المشاركة، وبالتالي يكون هناك قبول مبدئي، أجدها فرصة
أنا أقول بأن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سيعقد ندوة صحفية هامة غدا يوم الاثنين الساعة 12 في مقر حزب التواصل، وستكون الفرصة ليحدد موقفه من الحال السياسي الراهن ومن مستقبل ومآلات الوضع السياسي الوطني، وأعتقد أنه سيقول فيها كلاما هاما أتركه لوقته. طيب إذن يمكن أن نفهم خلال هذه الحلقة أنكم لن تصرحوا لنا ولم تضيفوا لنا المزيد كما شئتم. طيب بشأن المرحلة الحالية، طيب ما هو الدور الذي قمتم به قام به شيوخكم في رفض هذه التعديلات؟ أعتقد أن دور نوابنا أريد أمثلة دور نوابنا قبل شيوخنا كان ضمن الدور الوطني الذي قامت به كوكبة من النواب وكوكبة من الشيوخ من خلال لجان النقاش ومن خلال الجلسات العلنية، وأعتقد أننا وفقنا بفضل الله تعالى أن ممثلنا في الغرفتين أوضحوا بشكل واضح للرأي العام الوطني مخاطر هذه التعديلات في أصلها حوار غير توافقي، في محتوياتها إلغاء محكمة العدل السامية، إلغاء الشيوخ، تشويه العلم، عدم أولوية ما يمكن أن يوصف بأنه مقبول منها، وفي آثارها على البلد وعلى الوضع السياسي فيه وعلى التوافق السياسي فيه. وأعتقد أن رسالة نوابنا وشيوخنا قد وصلت للرأي العام. لكن هل من الواقعي أن الشيوخ الآخرين اقتنعوا بمجرد التصريحات، يعني واقعيا اقتنعوا بمجرد التصريحات والمداخلات شيوخكم في البرلمان بشكل؟ أنا أؤمن بالتفسير التكاملي، أني لا أفسر ظاهرة بعامل واحد، هناك جملة من العوامل، لكن من منطلقات واقعية لعبت أدوار مختلفة في إقناع من اقتنع من الشيوخ فصوت ضد هذه التعديلات الدستورية. لكن البعض يتحدث عن خطة طرفاها المنتدى أو المعارضة بشكل عام، ممثل في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ورجال أعمال معارضين قدموا إغراءات للشيوخ. على كل حال، أنا الذي أعرفه أن من يملك وسائل الإغراء ووسائل الضغط ووسائل الترغيب ووسائل الترهيب ليس في صف، لكن رجال أعمال معارضين أيضا يملكون وسائل الإغراء في صف النظام. هل لديك معلومات؟ لا، رجال أعمال ولديهم وفرة، لديهم وفرة، لديهم مال، لديهم رجال، يعني هذه إغراءات رجال الأعمال، هذا في حد ذاته إغراء. رجال الأعمال غير المنتمين للمعارضة لم يعد لهم إمكانات، الأحوال الاقتصادية والمالية للناس أصبحت غاية في الصعوبة بحكم الاحتكار وبحكم جمع الأموال في إطار واحد وخلق جيل جديد من رجال الأعمال وتوجيه الدولة لخدمة مجموعة محددة من رجال الأعمال ومن المتنفذين، وبالتالي حتى رجال الأعمال العاديين لم يعود لهم إمكانات، فأحرى رجال أعمال معارضين موجودين بالخارج، أسوأ الأحوال موجودين بالخارج ومشيرون إلى أسماء معروفة. لا، أنت إذا كانت عندك معلومات محددة. البعض يقولون بأن هناك دور لرجل الأعمال الموريتاني الموجود بالخارج محمد البعمات وبعض أطراف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأنهم قدموا إغراءات للشيوخ، يعني يريدوا أن نسمع رأيهم حول هذا الموضوع. سيد محمد البعمات مع كل الاحترام له ليس عضوا في المنتدى وليس جزءا من استراتيجية المنتدى حتى نتحدث عنه. الذي نعرفه من خلال القرائن، لكن ربما يتقاطع معكم في معارضته للنظام. على كل حال، أنا الذي أتحدث عنه ما أعرفه، ما لا أعرفه لا أستطيع الحديث عنه، ما رأيته وشهدت عليه هو أن النظام مارس وسائل الترغيب والترهيب على الشيوخ والنواب أثناء نقاشاتهم وأثناء إحالة القوانين لهم أعلى سلطة تنفيذية في البلد تستقبلهم. لكن أنتم أيضا السؤال عن الدليل، أنتم أيضا ليس لديكم دليل أن يعني نظام ضغط على الشيوخ ولم يقدم لهم إغراءات، ما هي دليلكم أيضا؟ نحن عندنا مؤشر، نتحدث بمنطق، عندنا مؤشر لا يتغير. ما هو؟ أنه أحيل قانون لغرفتين. أنا أفهم أن حزبا سياسيا لديه مجموعة برلمانية أن يجتمع معها قبل أي دورة برلمانية، أن يهيئها، أن يوجهها، هذا مفهوم. أما بعد أن تحال القوانين إلى الغرف ويبدأ النقاش في اللجان وتستعد الناس للعلنيات وللتصويت، أن تقوم أعلى سلطة تنفيذية في البلد تملك كل الصلاحيات والقرارات والتسهيلات، وأن تستدعي من يتوقع منه أو يفترض فيه أن لا يكون موافقا على المسار العام، وأن يكون هذا الاستدعاء فرديا بلا شاهد، فهذا مؤشر إما على الترغيب وإما على الترهيب أو على كليهما.
يمكن أيضا أن يكون تحدثت الناس بطبيعة العام مجرد نقاش عام نقاش عنده وقت واجتماع معهم في السابق اجتماعا عاما يعني في حوارات سابقة الرئيس اجتماع مع اجتماعا عاما اجتماع مع النواب اجتماعا عاما أقنعهم أو لم يقنعهم أوضح لهم أو لم يوضح لهم هذا وقته. أما بعد أن تبدأ الغرف النقاشات وأن يستدعى الشيوخ فرادى ليسوا مجتمعين حتى لا يشهد أحدهم على أحدهم فهذا مظنة للضغط يعني وليس تأكيد وليس دليل على نحن لا نملك وثائق ولا نتحدث عن الأدلة القانونية نحن نتحدث عن الأدلة السياسية نتحدث عن المؤشرات التي طيب نراها بشكل سياسي مجريات اسمح لي سيدي الرئيس على المقاطعة فقط مجريات الحوار الوطني الشامل الذي وما سمي بذلك هناك من رؤساء الأحزاب السياسية من التقى بالرئيس محمد بن عبد العزيز يعني وقتها تجري فعاليات هذا النقاش نعم إذن لم يتحدث أحد من المشاركين أن الرئيس حاول الضغط عليه من أجل تمرير مخرجات من ذلك الحوار أنا كل حال تحدث ولكني أنا لا تحدث لأني أتكلم الآن عن التعديلات الدستورية ولا أتكلم عن الحوار ولكن حينها تحدث الناس عن كل ما أريد أن أصل أن هذه ربما هي ظاهرة طبيعية ولا تعبر عن الغرام كيف تكون ظاهرة طبيعية هي مظنة للإغراء وللترهيب هي مظنة على الأقل ثم تسربت المعلومات في وسائل الإعلام كما تعلمون جيدا وحتى تحدثت أوساط مقربة من بعض الشيوخ عن أشكال الضغط التي مورست على هؤلاء في هذه اللقاءات وأنه حصل الاطمئنان لدى السلطات أن هناك أغلبية ستصوت لصالح التعديلات الدستورية ولكن نحن نرجح أن كانت هناك معركة بين الضمير والمصلحة ونرجح أن هذا الانتصار الذي وقع لصالح الضمير ضد المصلحة هذا من خلال ما نراه في إطار العلاقة بين مجلس الشيوخ والسلطة السياسية بين أغلبية الموالاة الموجودة والسلطة السياسية القائمة هذا ما نراه وعلى كل حال بغض النظر عن التفاصيل نحن ندين ونشجب أي مستوى من مستويات الضغط والاستهداف لهؤلاء الممثلين في الشيوخ والنواب ونبارك ونشجع هذه المواقف التي عبرت عن مستوى عال من الوطنية والتشبث بالمصلحة العامة على حساب الانتماء الحزب الضيق وعلى حساب ما يفترض أنه قدم من مصالح أو تخويف طيب كنت قد سألتكم عن وصفكم لما جرى طيب لكن الآن أتسأل عن تفسيركم لما جرى نريد تفسيرا منطقيا ربما المشاهد ينتظر تفسيرا منطقيا تفسيرا واقعيا لما جرى كيف يعقل أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ ضد مقترح تقدم به الحكومة الموريتانية أنا سمعت بعضهم من أطراف النواب يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث أن هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية عندهم وأن شيوخهم صوتوا ضدهم لو كانت الظروف العادية ولم يقع ما وقع من أشكال الضغط ومن أشكال حتى في بعض الأحيان الابتزاز يمكن أن يتحدث هذا الحديث لكن بعد أن تبذل كل الجهود وأن يتحدث بعض متحدثي النظام في اليومين الأخيرين بعد تصويت الشيوخ عن عقاب صارم وعن مواجهة صارمة وعن تعامل مع الخونة لكان بالإمكان الحديث عن الديمقراطية لكن حين نضغط في البداية حين نراغب في البداية حين نبتز في البداية ثم نخون ونتهم ونهدد في النهاية فالأمر لا علاقة له بالديمقراطية لكنه له علاقة بعدم بضعف التحكم أن التحكم لم يعد ممكن أن يستمر في كل حال ومع كل أحد وأن الناس قد تخضع لك بعض الوقت قد تخضع لك في بعض المواضيع ولكنها لن تولى خاضعة طيب في كل المواضيع وفي كل الأوقات ما جرى بالنسبة لكم على الأقل مظنة لوجود إغراءات يمكن أيضا أن يفسر على أنه مظنة لوجود نظام ديمقراطي يعني حتى سمح لأغلبيته بالتصويت بأريحية ضده بدون إغراءات ولا غيره طيب وهل سمح؟ على هذه الحال هو سمح النظام الذي كان عنده سمح. وحسب ما طرح كانت مأدبة كبيرة تهيأ لأعضاء الغرفتين انطلاقا من أن التعديلات ستجاز النظام الذي كان بين يدي كان عنده أن هذه التعديلات ستمر وبالتالي لم يكن يفكر ديمقراطيا في أنها يمكن أن ترفض من طرف هذه الغرفة أو تلك الأمر كان مفاجئا له
لأنه تعود أن يأمر فيطاع، تعود أن يطلب فيستجاب له، حتى ولو كان يطلب من غرفة أن تصوت على القضاء عليها، لكنه تفاجأ فعلا مفاجأة كبيرة، ولذلك ألغيت المأدبة وألغيت كل، وكان هناك جو ارتباك سياسي واضح في السلطة وفي النظام حتى الآن، لأن هذا الأمر بالنسبة لهم مفاجأة، وبالتالي ليس من الأجندة. ربما يمكن حتى الآن النظام لم يعبر يعبر عن موقف، ربما النظام لم يعبر، هو صمت طبيعي ظاهرة صحية في بلد ديمقراطي. لا، أنت إذا تابعت وسائل الإعلام العمومية القريبة من السلطة بطبيعة الحال، رغم كل الوضعية القانونية لهذه الوسائل، لاحظنا كلنا الارتباك في البداية، ولاحظنا بعض الحملات غير المفهومة التي تقوم بها إحدى هذه وسائل الإعلام، الإذاعة مثلا، ضد الشيوخ وتصويتهم، وكأن هناك تعبئة شعبية ينبغي أن تقع ضد هذا القرار. هذا كله بعيد وكل البعد عن الديمقراطية، ما بين الارتباك والتهديد بالوعي والوعيد والخيانة والاتهام بالخيانة والحملات كما فعلت الإذاعة، يتأكد لك ولكل الناس ولكل المتابعين أن الأمر لم يكن منتظرا، وأن الأمر ليس من السلوك الديمقراطي المقبول، ونسأل الله العافية. لكن كل يعني هذا الطرح يبعثني إلى التساؤل حول إمكانية التوفيق بين إسقاط تعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ ونظام تصفونه بالمستبد وبالديكتاتوري ويقدم إغراءات. هذا ليس غريبا، يحدث في كل بلدان الدنيا أن الاستبداد والأحادية يمارسون ما يمارسون من ضغط وسلطة وتخويف، ولكنه في بعض اللحظات في بعض الأحيان في بعض المؤسسات مع بعض الأشخاص تنفلت الأمور عليهم وتخرج من سيطرتهم. هذا وقع في أكثر من مرة. أخي الكريم يحيى جامعي لم يكن ينتظر أنه سيهزم في الانتخابات التي نظمها، كل الناس تقول بأنه كان مطمئنا تماما، وبالتالي تفاجأ، انخرم الأمر هنا، وبالتالي انتصرت إرادة الشعب. في كل الحالات في كل البلدان في كل التجارب في بعض الأحيان لا تكون سيطرة الاستبداد كاملة ولا تكون ناجحة ولا تكون مؤدية إلى النتيجة، هو خرام في هذا المسار، هو فشل في التحكم، سيكون له ما بعده فيما يتعلق بتحرر الشعب الموريتاني من التحكم ومن الأحادية ومن التوجيه في سبيل أن يعبر عن رأيه بكل حرية وكل طيب ديمقراطية. أنتم كمعارضة كيف ستستثمرون إسقاط مقترح التعديلات الدستورية؟ نحن نعتبر أن القوس أغلق من الناحية الدستورية والقانونية، وبطبيعة الحال من الناحية السياسية، وأن هذه التعديلات من الناحية الدستورية ربما من مصدرها 38 على سبيل المثال، لا 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 البعض تحدث عنها، لا 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 يمكن أن يتحدث من الناحية القانونية الدستورية، لا يمكن أن يتحدث عنها. الدستور واضح تمام الوضوح، المادة 38 تأتي في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذه عامة ما لم تخصص. الفصل 11 هو الذي عنوين في الدستور بأنه يتعلق بمراجعة الدستور، وبالتالي مراجعة الدستور تخضع للمسطرة المحددة في المواد 99-101، هذا أمر محسوم، وهذه المسطرة أيضا بعيدا عن كل التأويلات القانونية التي لا سند لها ولا تستقيم، لا بد أن تمر بالغرفتين جزما حتى تحصل على الثلثين في كل منهما قبل أن تحال إلى الاستفتاء أو قبل أن تحال إلى مؤتمر برلماني إن قرر رئيس الجمهورية الاستغناء عن الاستفتاء. طيب بشأن استثماركم لإسقاط هذه التعديلات، وبالتالي نعتبر القوس أغلق من الناحية الدستورية والقانونية ومن الناحية السياسية، ولذلك إن شاء الله تعالى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يعتبر أن هذا انتصار للشعب الموريتاني، هذا انتصار لمجلس الشيوخ، هذا تأكيد من مجلس الشيوخ اليوم بهذا الموقف، والمواقف تؤكد مصداقية المؤسسات لكل الذين شككوا فيه أو ظنوا فيه أو كان عندهم موقف ملتبس منه، وبالتالي نعتبر هذا الانتصار، نعتبر المزاج الشعبي العام مرتاح لهذا الموقف. أخي تصور معي المواقف التلقائية التي يعبر عنها الناس حينما صوت الشيوخ، لا يمكن لحزب ولا لجهات أن تدعي، ربما كانت هناك مواقف أيضا سيعبر عنها البعض بأريحية. طيب المقترحات لا ما عبروا عنها، طيب التعبير اللاحق تعبير محضر ومخطط له، التعبير اللحظي والآنج فور تصويت الشيوخ وتعبير عفوي وشعبي، ولذلك نحن إن شاء الله تعالى بكل مسؤولية
حتى أمام البرلمان كان هناك من يناصر هذه التعديلات، كان هناك من يناصر هذه التعديلات، كان تعبيرا عفويا حسب ما وصفوا منظمها. لا تعبيرنا كان عفويا ولا تعبيرهم كان عفويا، هي وقفات أعلن عنها ودعي لها الناس يوم افتتاح الجمعية الوطنية لنقاش التعديلات، دعي لها الناس في وسائل الإعلام وبشكل، من قال بأنها عفوية غير صحيحة، لا نحن كان اجتماعنا عفويا ولا هم كان اجتماعهم عفويا، ولكن اجتماعنا كان أكبر وأكثر بركة من اجتماعهم، هذا كل ما حصل، ولذلك استهدفتنا الشرطة وتركتهم. على كل حال ليس لديكم ترخيص؟ على كل حال لا لدينا، هذا معروف، نشر الأمر، عرف من بعد ذلك أنه كانوا يتوقعون وقفة قليلة غير متحمسة لا معنى سياسي لها، ففاجأهم الأمر فكان فاتخذوا مواقف عصبية لا تناسب من يدير الدولة ويسير الشأن العام. على كل حال نحن نعتبر هذا الانتصار، نعتبر هذا التحول، نحن بكل مسؤولية وتقديرا من اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد سيكون موقفنا إن شاء الله تعالى موقفا بمستوانا وبالمستوى الذي يمر به البلد إن شاء الله تعالى، وهو موقف بطبيعة الحال على المستوى الجمعي سيعبر عنه غدا في المؤتمر الصحفي. لكن اسمح لي أذهب إلى فاصل ثم أعود إليكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المشهد الدستوري الذي يأتيكم في إطار تغطيتنا الخاصة حول التعديلات الدستورية التي صوت ضدها مجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني. معي مناقشة هذا الموضوع محمد جابر المنصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. طيب، المقترحات من حيث هي تراها الأغلبية ضرورية وتحمل في مضمونها ومضامنها حلولا جوهرية لبعض المشاكل المطروحة للمواطن، كذلك تحمل تعديلا للعلم الوطني من أجل تقدير تضحيات المقاومة الوطنية والمؤسسة العسكرية، يعني لماذا ترفضون مثل هذه التعديلات؟ هذا المقترح وكأن ما يعني إسقاط مجلس الشيوخ لهذه التعديلات كأنه انتصار، وهو انتصار على هذه المواد التي تراها الأغلبية هي ضرورية. أخي الكريم، نحن أوضحنا موقفنا من هذه التعديلات بالشكل الكافي في وقته، وخلاصته أننا نعتقد أن تغيير العالم الوطني مرفوض رفضا باتا. لماذا؟ لأنه ليس فيه هذا المشروع المقدم، ليس فيه تقدير لا للمقاومة ولا للجيش الوطني. سأقول لك، نحن تطوعنا لهم في الفريق البرلماني لحزب التواصل بأن تقدير المقاومة لدينا من الاقتراحات ما يمكن أن يكون تقديرا للمقاومة لا سبيل للتشكيك فيه، لأبطالها، لمعاركها، في التعليم، في الإعلام، في سياحة المقاومة، في الرمزية، اقتراح مادة المقاومة كمادة متصلة لكل مراحل التلمذة. هناك أمور سيفهمها الشعب الموريتاني ويقدر أنها تقدير للمقاومة. أبطال المقاومة تسمى عليهم الأماكن الكبيرة والشوارع والدفعات، هذا تقدير للمقاومة. أما العلم فمن تقدير المقاومة تركه بحاله. لماذا؟ هذا العلم تعود عليه الموريتانيون رمزا لدولتهم واستقلالهم. هذا العلم يجمع بين معاني تعكس حقيقة الشعب الموريتاني كما هي، بجناحه الزراعي والفلاحي وبجناحه الصحراوي والصناعي،
ولا منطقة حمراء في موريتانيا. والخضرة أكثر دلالة على المقاومة والشهادة من الحمرة، فالحمرة تدل على الدم وليس على المقاومة. الذي سأل دفاعا عن موريتانيا من أجل استقلالها. الشهداء وأحياء عند ربهم يرزقون، ولذلك معنى الخضرة في أيضا أن معنى الخضرة أكثر دلالة في العالم الوطني، أكثر دلالة على الشهادة من الحمرة. ثم هذه 15% من فوق و 15% من تحت التي تقضم 30% من العلم الأخضر، نحن اعتبرناها تشويها للعلم. وحتى تذكرنا الأعلام الشبيهة ذات المستطيلات من فوق والمستطيلات من تحت، فما وجدناها مغرية بالتقليد. كوريا الشمالية، الكيان الصهيوني، السلفادور، أصحاب المستطيلات من فوق ومن تحت، وبالتالي قلنا هذا العلم الذي غنى له أهل موريتانيا ووقف له طلاب موريتانيا وتلاميذة موريتانيا وحياه العسكر الموريتاني، ولذلك حق لمن قال بأنه يخاف أن لا يقبل الجندي أن يحيي أي علم غير هذا العلم، لأنه قاتل تحته. طيب لكن فريقكم البرلماني أدى تحته. فريقكم البرلماني كانت لديه مقترحات لتقدير دور بطولات أو تقدير بطولات المقاومة الوطنية. طيب لكن أيضا هم قدموا مقترحا بإضافة هذه الخطوط الحمراء للعلم الوطني من أجل تقدير بطولات المقاومة الوطنية، وهذا لا يتنافى. يا أخي الكريم، خطوات لا يختلف في معناها وفي دلالتها على اعتبار المقاومة، أفضل هي أم خطوط حمراء مختلف في دلالتها ومعناها وقيمتها، وتغير علما تعود عليه الوطن وتشبث به. نحن بلد يا أخي الكريم دبلوماسيته ضعيفة، عرفنا بأمور ورموز منها هذا العلم، فإذا غيرنا العلم ستستمر دبلوماسيتنا المسكينة وتأخذ وقتا طويلا وواسعا وكبيرا حتى تعرف بهذا البلد الجديد. وما أغنانا عن هذا؟ سنتكلف مالا كبيرا من أجل عالم جديد يختلف الناس في مدلولاته ويصدم ضمير الموريتانيين الذي تشبثوا بهذا العلم. لماذا كل هذا ولديك طيب من اقتراحات ما تمجد به المقاومة؟ طيب والعالم ليس وحده على فكرة أخي الكريم، هناك إلغاء محكمة العدل السامية. هذه المحكمة التي أتعبنا بها وتحدثوا عنها أيام الرئيس محمد والشيخ عبد الله، فحينما ذهب الرئيس كريما عزيزا عطلوها زمنا طويلا، ثم جاءوا الآن ليلغوها وليتحدثوا عن محكمة تشكل لاحقا بقانون. لا ربما كانت ضرورية في تلك المرحلة ولم تعد ضرورية في المرحلة الحالية. يتقاس حسب الأفراد؟ لا ليس حسب الأفراد، هو عبارة عن حوار وطني شامل. رئيس الجمهورية أعلى مسؤولية في الدولة، الجهة التي تحاكمه تعنى بشأنه بعقابه متابعته، ينبغي أن ينص عليه في الدستور. لماذا نضعف من شأنها ونحيلها إلى قانون نظامي لا نعرف متى يكون ولا كيف يصاب ولا كيف يصادق عليه ضمن معركة القوانين التي نعرف مساراتها؟ على الأقل الدستور الذي يخضع لنقاش شعبي لمعنى شعبي معبر عن الأمة والمجتمع ينبغي أن يتضمن هذا الأمر. هذا إضعاف من شأن هذه المحكمة، هذا تهميش لطبيعة هذه المحكمة، هذا ربما لأهداف. طيب بالعودة للعلم، كان سؤالي حوله. طيب ألا يمكن أن تضاف مقترحاتكم إلى هذه المقترحات الأخرى التي تقدموا بها في شأن العلم؟ هناك من يرى أن هذه الخطوط الحمر تمثل المقاومة الوطنية التي سقطت من أجل الدفاع عن موريتانيا ومن أجل استغلالها إلى غيره. طيب رفضكم لهذه المقترحات ألا يثير من الجدل ما كانت الساحة السياسية والوطنية بشكل عام في غنى عنه؟ لا، نحن أولا لدينا موقف كلي ينبغي أن يفهمه الناس بغض النظر عن تفاصيل التعديلات. هذا الموقف الكلي يتعلق بالدستور، أن الدستور وثيقة جامعة. كيف يا أخي بالله يعقل أن قوانين نظامية أو قوانين عادية تستمر من الزمن وتستقر من الاستقرار ما لا يكون في حق الدستور؟ تقضي 10 سنوات 15 سنة حتى تغير، والدستور في كل 4 سنوات في كل حول انتخابي نغير هذا الدستور. أي دستور هذا؟ الدستور وثيقة جامعة تغير فعلا، لأنها ليست قرآنا بالتأكيد، ولكنها لا تغير إلا في الظروف المناسبة. لا لا، الدستور وثيقة توافقية. أنتم رفضتم المشاركة، ليس وثيقة حزبية. النظام خلق ظروف مناسبة حسب ما يراه، فتح يديه وذراعيه حتى لحوار، لكنكم رفضتم.
لا اليدين ولا الذراعين. نحن اشترطتم الذين قمنا بجملة من الخطوات المسؤولة والتي كلفتنا أحيانا استجامنا الداخلي في المعارضة الديمقراطية، وكانت سببا من أسباب اتهام بعضنا لبعض، ولكننا قمنا بها من أجل أن يكون هناك حوار، لأننا نؤمن أن بلدنا بحاجة إلى الحوار الجدي والحقيقي لتجاوز أزماته، وأنه غني عن كل المسالك والأساليب والأنماط الأخرى ولا يتحملها. قمنا بها في السر وفي العلن من أجل أن تكون هناك أجواء حوارية مسؤولة، لكن للأسف كيف يقولوا المثل العامي، عيد واحدة ما تصفق. فاجأنا، بل فاجأ المشاركين معه في الحوار بالدعوة لهذا الحوار الذي وقع حينها. طيب، الخرجات الإعلامية الرسمية وبالتالي ومن الأغلبية بأن النظام فتح حوارا، يعني انتظركم مدة سنتين حتى قال ان الوقت انتظر نفسه، انتظركم مده سنتين من نحن كنا من انتم اشترطتم في المشاركه. اشترطتم على المشاركه ان يقدم ضمانات. لا، نحن لم نقدم لم نطلب شروط، ولكن طلبنا ضمانات. ولماذا طلبناها؟ كان واضح، قلنا نحن لدينا تجارب في الحوارات السابقه، سواء حوار دكار او محاولات الحوار اللي عقبته او حتى سبقته، وبالتالي هذه التجارب اخذنا منها دروسا ان هذا النظام ليس بطبعه نظام حوار، وأنه يريد من الحوار في أغلب الأحيان الزفة والاجتماع الكرنفالية ثم بعد ذلك تنفض الأمور، أو يريد منه في حالة أخرى إخراج أجندته الخاصة به. فقلنا لا بد أن نشترك في تحضير الحوار لكي نطمئن أن التحضيرات تصب في حوار جدي مع الطرف الآخر، وهو حوار بين أطراف ينبغي أن تشترك في تحضيره، وأن نشترك في النقاش في مضامين هذا الحوار التي ينبغي أن يكون حولها النقاش، لكي تكون مضامين جدية تفضي إلى نتائج على مستوى تطلعات الشعب الموريتاني في التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية. هذا كل ما طلبناه، لم نطلب شيء. لكن حتى جوهر هذه المقترحات، نتحدث عن المقترحات، جوهر هذه المقترحات لا ينافي التحول الديمقراطي الذي تمر به البلد والحاجة الماسة التي يرى النظام، لكنه لا يخدمها مجلس شيوخ وإنشاء مجالس شهوية باعتبار أن مجلس شيوخ ليس سوى عبء على خزينة الدولة. طيب، طيب هذه هذه المقترحات لا تمس حتى عدد مأموريات الرئيس. شوف فيما يتعلق بالمجالس الجهوية، هذا أمر أدخل تعسفا، لأن المجالس الجهوية لا تحتاج إلى دسترة جديدة، لأن المواد الدستورية التي تتحدث عن البلديات تتحدث عن أي بنية تنظيمية جهوية أخرى تحدد بقانون. ولعلمك، من أيام الرئيس محمد بن شيخ عبد الله كان هناك قانون للمجالس الجهوية مهيأ، وبالتالي لا تحتاج إلى التعديلات. طيب، كان يمكن أن تكون النظام إلى تعديل دستوري، كان يمكن أن تكون دافعه لعله الخطوط الحمراء، ولحله إلغاء محكمة العدل السامية، اسأله يجيبك. على كل حال، ليست المجالس الجهوية، إلغاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيات الناشئة يا حبيبي تحتاج إلى تعدد المؤسسات وتنوعها، لأن الثقافة الاستبدادية قريبة العهد، والثقافة الاستبدادية تتيح التحكم في المؤسسات إذا كانت قليلة. أما إذا تعددت المؤسسات فتكون فرصة أن مستوى من التجاذب، مستوى من عدم السيطرة على هذه المؤسسات، وهذا يفيد الديمقراطيات الناشئة. وسبحان الله، حدث الأمر كما كان يتصور. الجمعية الوطنية تم التحكم فيها، مجلس الشيوخ رفض هذا التحكم. لنفترض أنه لم يكن موجودا لسارت الأجندة الأحادية بشكل عادي. تعدد المؤسسات، أما موضوع التكلفة، هو لا يقول بأنه أحادي، أما موضوع التكلفة فأنا نائب سابق، أنا نائب سابق أخي الكريم، ولا أعتقد أن كلفة مجلس الشيوخ هي أكثر الكلف في الميزانيات التي تثقل كاهل الميزانية، يثقل كاهل الميزانية من أمور أخرى كثيرة، وأكثر من ذلك في تصريفي ممتلكات وأموال الدولة في غير مجالها مما يغني عن استهداف مجلس الشيوخ أو غير مجالسها. أنت تعرف ميزانية مجلس الشيوخ كم؟ كم أنتم كنتوا في مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ لديكم علم به؟ مئات من الملايين، لا تبلغ مليارا فيما أتذكر. الميزانية الوطنية كلها أعتقد أنها جاوزت 500 مليار أو قريبا من ذلك، لا أتذكر الرقم بالضبط. وبالتالي هذا لا يغير من الأمر شيئا.
الصناديق الخاصة والمخصصات الكبيرة والعناوين المبهمة فيها كفاية من استهداف مؤسسات لا تكلف كثيرا وقد تغني وتثري التجربة الديمقراطية. أما الأخطاء التي تقع في أي مؤسسة في انتخابها أو في أوضاعها فهذه قابلة للإصلاح كغيرها لكن مشكلة الوضع المالي والاقتصادي في البلد ليس مشكلة مخصصات الميزانية، وإنما مشكلة ذهاب ممتلكات وأموال الدولة في مصارف غير التي قررت لها. طيب في إطار هناك دعوة القائمة. طيب اسمح لي عذرا على المقاطعة، هناك دعوة لإطلاق حوار دعا إليه بعض الفرقاء السياسيين كحزب حاتم مثلا بعيد هذا إسقاط التعديلات الدستورية. طيب هل تتوقعون النظام سيطلق حوار أو على الأقل يوافق على إطلاق حوار، وهل ستشاركون؟ المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يهيئ كما قلت لكم لخرجة إعلامية غدا سيحدد موقفه من جملة هذه الأمور، وسيتحدث عن المسارات والاحتمالات الممكنة، وسيعبر عن موقف فيه مستوى كبير من تقدير اللحظة السياسية والمصلحة الوطنية العامة، ويبقى أن ننتظر مواقف الأطراف والطرف الآخر. طيب لكن لابد أن لديكم تصور على الأقل بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. لدي تصور لكن ليس من لياقتي، خصوصا أني من العناصر المكلفة بهذا العمل للغد، ليس من لياقتي ولا من المناسب أن أعلنه الآن، وهو مخصص لمؤتمر الصحفيين سينعقد غدا 12. طيب هل يمكن أن يحمل هذا المؤتمر الصحفي، عذرني على الفضول في هذا السؤال، هل يمكن أن يحمل على الأقل وضع أو تنحية الضمانات التي كنتم قد تقدمتم بها سابقا من أجل المشاركة في حوار؟ سيحمل مفيدا وجديدا يقدر حجم الانتصار الذي وقع للإرادة الشعبية بإسقاط التعديلات الأحادية، ويقدر اللحظة الوطنية التي تمر بها البلاد والمسؤولية الوطنية التي تقع على تجمع مثل التجمع. طيب ما دمتم واصفين مصرين على وصف النظام بأنه أحادي وغير من الأمور يعني استبداد إلى تعديلات أحادية. طيب تعديلات أحادية بالمناسبة وصف مخفف حبيبي. طيب وحتى تذهبوا قبل يعني في خرجات سابقة بأنه مستبد ونظام ديكتاتوري هكذا تقول المعارضة. طيب كيف تتصوروا ردة فعل النظام وأنتم تصفون بهذا الوصف على إسقاط هذه المقترحات؟ نحن سنتحدث غدا عن المسارات الممكنة في إطار ردات الفعل الممكنة، وسنوضح موقفنا في ذلك السياق منها إن شاء الله. طيب هناك حديث عن مرشح موحد للمعارضة 2019، طيب هل تؤكدوا هذا الموضوع، وهل هناك بوادر أو مبادرات من أجل توحيد الشهود من أجل مرشح موحد للمعارضة؟ الذي أؤكده أن الحديث عن سنة 2019 باعتبارها موعدا مهما سياسيا وديمقراطيا لموريتانيا أن هذا الحديث بدأ في أوساط المنتدى، ولكن المنتدى كما تعلم مكون من جملة أحزاب وأقطاب ومكونات ونقابات وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني، ولذلك يحتاج إلى الوقت لبلورة خياراته وأفكاره. ثم إنه في هذا الموضوع أيضا مهتم بمكونات المشهد الوطني الديمقراطي والمعارض، ولذلك سيتعامل معه بدرجة كبيرة من المسؤولية والانفتاح لمصلحة. هناك خيارات أخرى غير مرشح، هناك خيارات أخرى غير مرشح موحد، ولن هناك رؤية موحدة وهناك مرشح موحد وهناك تصور موحد، هذا كله جزء من منظومة أفكار ونقاشات أعتقد أنها ستتطور في الأيام اللاحقة والأشهر اللاحقة بالنسبة للمنتدى. طيب هل ينوي حزب تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ حزب تواصل بطبيعة الحال حزب مؤسسي لا غيره من الأمور، لكن نتساءل ندرك الإجابة التي ستجيبون بها، لكن نتساءل هنا يعني مشاهدين ينتظرون على الأقل إجابة صريحة. طيب ومع ذلك سأجيب الإجابة التي كنت سأجيب بها. حزب تواصل حزب مؤسسة، وحينما يحين الوقت المناسب وفي إطار النقاشات التي تقريبا انطلقت أو ستنطلق قريبا في مستويات معينة من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ستكون هيئته جاهزة لاتخاذ التوجهات التشاورية التي ستتخذها مع زملائنا في المنتدى وفي المعارضة بصفة عامة. أخي الكريم،
هو رئيس في بداية مأموريته في تواصل لا يستطيع أن يتحدث عن مواقفه كأنه يتخذها بعيدا عن المؤسسات، فأحرى رئيس في آخر مأموريته بطبيعة الحال لا يستطيع أن يتحدث عن هذه المواقف دون الرجوع إلى المؤسسات. طيب. المؤسسات هي صاحبة المواقف في إطار التشاور والتوافق مع زملائنا في المعارضة وخصوصا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي تجمعنا معه مؤسسة تحالفية مشتركة. طيب، ما دمنا نتحدث عن حزب تواصل، ربما يتساءل بعض عن علاقتكم ببعض المؤسسات الإعلامية المحلية. ما هي علاقتكم بقناة المرابطون؟ علاقتنا بقناة المرابطون كما بغيرها هي أننا نقدر الإعلام الحر ونعتبره منجزا مهما وندافع عنه من حيث هو إنجاز. قد تجد في أي مؤسسة من هذه المؤسسات الإعلامية أفرادا من تواصل مثلا أو متعاطفين مع تواصل، لكنهم حين يمارسون عملهم الإعلامي يمارسون عملا إعلاميا مستقلا كامل الاستقلال عن الحزب. لكن ما أشير إليه، البعض يتحدث عن مؤسسات إعلامية محسوبة عليكم. لا، هو حديث الآخرين نحن لا نستطيع أن نوقفه. لا توقفونه، لكن تنفونه. الناس تعودت. نحن نؤكد أننا لا ندير أي مؤسسة إعلامية خارجة عن الحزب، ندير موقعا إلكترونيا للحزب يتبع له، وحتى الآن ليست لدينا جريدة رسمية للحزب. أما كل وسائل الإعلام الأخرى التي يتحدث عنها، مهما وجد بعض عناصرنا عاملين فيها كبعض عناصرنا عاملين في الإدارة العمومية أو موجودين في نقابات أو في جمعيات أو في مؤسسات أخرى، فنحن لا علاقة لنا تنظيمية بها، لا نسيرها ولا تخضع لنا. هذا واضح. واضح. إذن وصلنا لنهاية الوقت. السيد جميل محمد جميل المنصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الدستوري الذي يأتيكم في إطار تغطيتنا الخاصة حول التعديلات الدستورية. لألتقي بكم في حلقات أخرى. تقبلوا أطيب المنى. السلام عليكم. Thank you.